قالوا لي ماما بكره بنرجع الضيعه بنلاقي قوي هنيك. قولها حرام صغير، تقول لا مو حرام، خليني اصوم شان بابا تحسب اذا صامت الله بدي يرجع لها ابوها. يقول لي بابا ايمت تيجي؟ مو كل النهار هين؟ يا شو صورة ابوي، يقول لي وين ابويا؟ الصبح يقول لي يوم جهل عيد ايش قد بده؟ قلت له بده 10 ايام. ليش؟ يقول لي ما بدي يجي ابوي على العيد. منو هذا عمار؟ منو هذا؟ بابا. Why does it matter where this place is? Whether it's Aleppo, Jerusalem, Lulu Roundabout, or Tahrir Square, it's a part of our Islamic world. Sometimes the hardships we suffer in life leave such deep scars on our souls that even reminiscing about the sweet memories of the past brings us nothing but pain. And even turns into a knife that goes straight through the heart. كان عندي هالبيت هذا جنة، ويقولون المرأة جنتها بيتها. كان عندي جنة، عندي هالغرفة هاي مليانة من كل شيء بالدنيا. كان أبوهم يفوت ويطلع عليهم، يجيب لهم إيش ما بدهم، ما يخلهم بحاجة. ومبسوطين وعين الله علينا من سنتين ثلاث. وما بي عنا مشاكل ولا عنا شيء الحمد لله، وبيوتنا مليانة وولادنا تشتغل. كنا صايمين ومصلين تغين الله، حجينا بيت الله وقاعدين ومرتاحين. احنا كنا عايشين بأمان، سوريا كانت جنة، هم اللي خربوها. The women of this village are trying their best to bring the rhythm of life back to their children's lives. Nights are cold, but Faiz's mother, like Ahmad's mother, does not let her children sleep in the rooms of this half-burned house. This is not the first time Faiz's mother is washing this place. She did it yesterday, as she does every day. But can the criminal acts committed inside these walls be washed away so easily? Every day, she struggles with the traces of blood that refuse to go away. The past and its bitter memories. I don't know. I wish one could wash the past, wring it out, and hang it, and wake up in the morning with a mind devoid of any memories. But no, it's morning again. This is what Faiz's mother does every day. No matter if reporters are present or not, she has to visit the place where her men were killed. السقف نزل وشقيت. هذا بيت احرقه، انه احرقه.
سنين نحمس مقلبي أربوي راح طفشت من هذول ده حق اللعب طفشت بيهم جيت لقيت بيت أبي بتعلقين. Muhammad's mother didn't tell us why she has blocked the entry of the rooms in which her children were burned. الغراض اللي حرقوه ليهن المسلحين لحق البراد البيت. Many days have passed and the place has been washed several times. But you still can't stay in it for more than 2 minutes. Because of the stench of burnt flesh. Now I understand why that old woman has sealed those rooms. هوني الحرق كله على الأرض. الحرق كله صفة. طلع صف. هين. هين. إحنا طلعنا منه. جينا لغيتنا بيتنا محروق ما في شيء خالص السقف صب ما نقدر ننام بيه يساوي علينا بيخور علينا وقت المطر سقوف ما بي حتى بالشتاء عم ننام برا هون بالشتاء ها هون عم ننام هون إحنا بدنا ما في خيمة هنيك نقعد فيها كل النهار نبرك فيها غاد صار ضرب حوالينا خفنا ورحنا انهزمنا ورحنا طفشنا رد أبوهم على الجري مشان يأخذ لهم أغراض يأخذ لهم أواعي يعني قال ما بي شيء خلينا نرد هو وأشقائي ردم يأخذون أغراض راحوا ما ردم علينا على البيت استنيناهم يوم واثنين وثلاث ما جم جينا على الجرية لنشوفهم يعني إيش صار معهم بعد 10 أيام جينا لقينا البيوت محروقة والشهداء مستشهدين كلياتهم جميعا لقينا عظامهم صفة صايرة كل بيت بثلاث أربع شباب رايحة ابني وزوجي بيت ابن عمي هناك رجعنا ولقيناهم الزلمة مشتلين ومعلوقين والبيوت علقينا أخوتي ثلاث ولد عمي اثنين وولد عمي وابن أختي ولد بيت خالتي ثلاث ولد خالتي اثنين ورجل خالتي فقدت من أهلي 7 أشخاص أشقاء اثنين واحد عمره 30 سنة واحد عمره 25 سنة عنده طفل وحيد وزوجي أبو ولادي ولد عمي أخوات زوجي 2 وعمي أخو أبوي وحفيده عندي صغير من البرد مرض عمره 2 صابه جفاف توفى وراء أبو 10 شباب فقدناهم من أهلنا ما نعرف هذا من هذا هذا مين ما نعرف لميناهم كل 4 5 فرد قبر هم موقفينهم وراشينهم ايه؟ مثل الإعدام يعني مجرمين ايه؟ يا حرام شوف الليش الحياة كلها تطلقها When it seems like life has gone back to normal, things happen that remind them of their suffering. Her daughter-in-law is baking bread, and the children are waiting. The fire in the open furnace burns up the old wounds that apparently have no intention of cooling off. نبغى نشوف صورته بقلبي من جوا ينكشف ولا ولادي يا يامي سيد صور الشهداء عاد لما جينا لهين ردينا على بيوت
بيوتنا عزلناها من الحريق كبيناها، وهالعالم على علمك أهل الخير كثار أنطاني حصيرة أنطاني مخدة حرام قلنا نقاويهم على الحظ نشتلهم مين تشتلهم ما شفنا بعيننا بس الحرق ليش جوزي ما عرفنا كله محروق نهائيا حتى قدمه تعرفنا ظل بس أقدامه بس من هين البوط بإجره وهنا كان حاط حنا بإجريه مشان إجريه ظل بالشوب تحكه ويش أشقائي ما لقينا لهم أثر صافي يا زيت كوام صفى واحد لقينا مكانه مفاتيح عمله قلت لك هو يشتغل مشفى الرشد واحد لقينا الله يعز حش قدرك قدرته ما بل حدا يشتغل ويجيب يعني ماتم الشباب الشباب كلها راحت ماتت ما ظل إلا شيء حتى الشياب اشتلوهم حتى الرجال الكبار اشتلوهم أبي أنا هون مات حرقون هدك فوق السقف إيش بدك تحكي لا مصاري عنا لا خرجية عنا ما في كل شيء عنا الحرق حرق Should these women be happy or sad that their children have grown so much overnight? Because of the fire, the shape of the men of this village has been etched on this wall. Perhaps this one is Muhammad's father, or Ahmad's, or perhaps they belong to the family of Muhammad's mother. Don't interpret this quiet as a ceasefire. The Taqfiris may be burning the men of another village, leaving their widowed wives to watch their dead bodies in a painful silence. Schools, hospitals, and holy places are among the few places that fighters of all kinds usually stay away from. But it seems that these terrorists believe they are above anything. Even the destruction of mosques. لكي عندي لباس لقيته كله محروق. هالمرقة. المونة ما في مونة. لا في أكل لا في شرب. مد ما في عنا نقعد على الأرض. هيك هاي فوق السطوح جاتنا قزايف طلعوا السطوح الخزانه اللي نحط فيه مي مبعد طلع القزايف طلع هيك هدونا السطوح ما هذا السطوح بيه خير مي هدونا هذا حجن قزايف عليه الخزان تكسر ما فيش طلع طلع خزان مبعد كله ولدنا بيحمل مي طلع كله مبعد لا اكل لا شرب ما فيش نطلع برا سلاحين يعني انتم معنا قتلونا مشونا يقتلونا ما طلعنا لبرا ما بنحس ما عندنا شيء خالص يعني نحن لواء التوحيد كتيبة شهداء التوحيد الفوج الأول نقوم الآن بالقصف على بلد مالكية على معاقل الشبيحة والجيش الأسدي والله ولي التوفيق تكبير الله أكبر تفضل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يجي 10 مسلحين ساكنين بحلب طردوهم من حلب جمع الضيعة سووا حاجز هيل حرب الكروزة وقاوم يضربون الطيارة ويجون عجاوين ويجون يباتون هنا عندهم حواش خيو روحهم نقولهم روحهم يقول نجيب عليكم جبهة النصر نشتلكم Ahmad took us to his father's grave. It was hard to believe, but he had buried his father with his own hands. بجزات الملكية هي اسمها. شتلهم كل الواد ما يظل زلمة ما نشتل. ولا
يا باي العفار يا باي يا باي يا باي كل ما تعدون عيني سفد مو يا باي يا باب قلبي لا ظنون مثل هواكم يوم يا عيني يا عيني يا باي يا باي كل ما تعدون عيني سفد مو يا باي يا باب قلبي لا ظنون مثل هواكم يوم يا عيني يا عيني يا باي يا باي كل ما تعدون شوف الحليب برد ايه الله ينتقم منهم بس بيت عمتش بيت عمتش To wish for the health of her only remaining son, or to send up a blessing for her dead relatives, she sometimes sends food to her neighbors. But she herself refuses to break her fast in this hot weather until she's made sure of the safety of Fayez, who's fighting the Takfiris. شو اللي سويتم عشان ما يروح متعشم يا الغالي؟ يلا واحنا سوينا كفتاية ورز ويبرق وخير الله على قلبك يا عيني على قلبك سلامتك يا عيني لا تاكلهم الله معك يا الغالي روح اتعشى صايم فايا صايم بده يفطر ذبح لك طير الحامر روح يا حامر لا تسد اضحك عامر اجتي نام يلا نام يلا نام نذبح لك طير الحامر روح يا حامر لا تسد بضحك عامر اجتي نام نومتك بالعلية خفت عليك من الحية نومتك بالمرجوحة خفت عليك من الشوحة روح يا حامر لا تسد بضحك عامر اجتي نام يلا نام يلا نام نذبح لك